سنه 1990 زار مصر باحث جيولوجي من جامعه بوسطن الامريكيه اسمه روبرت شوك دراسه ابو الهول التمثال الاضخم في العالم. كان الهدف هو دراسته من منظور جيولوجي، وكان معتقد ان المراجع على حق بافتراضها ان ابو الهول اتنحت سنه 2500 قبل الميلاد، وان اللي نحته هو الملك خفرع. لكن علامات استفهام كتيره فضلت محيطه بتمثال ابو الهول كانت من غير اجابه. ليه لما ازالوا كل الرمال عنه ما لقوش عليه اي نقوش تشير لعمره او اللي نحته؟ ايه سر التآكل الواضح الموجود في جسم ابو الهول؟ وليه حجم راسه غير متناسق مع حجم جسمه رغم براعة النحات المصري؟ روبرت شوك توصل بنهاية ابحاثه الى ان ابو الهول اقدم بكتير مما هو معروف. توصل الى ان عمر التمثال بيرجع الى 10,000 سنة قبل الميلاد. ابو الهول تمثال بجسم اسد وراس انسان، هو التمثال الاضخم في العالم اللي اتنحت من صخره واحده بطول 73 متر وارتفاع 20 متر، يعني حوالي عماره طولها 6 ادوار. ابو الهول اتنحت في جسم الهضبه نفسه بان كتل حجاره ضخمه اتشالت من حواليه، وهي حاليا اللي بتكون المعابد اللي قدامه. ورغم اعمال البحث الكتيره اللي اتعملت عليه، لكن لسه ابو الهول تمثال غامض، لاننا ما لقيناش اي حاجه صريحه تقول لنا هو مين اللي نحته واتنحت امتى واتنحت ليه. خلينا نرجع من الاول ونشوف قصتنا بدات ازاي. في فترة الثمانينات كان في شخص اسمه جون أنتوني ويست، باحث حر في تاريخ الحضارات. كان بيقرا في كتاب اسمه العلم المقدس أو ساكرد ساينس لعالم رياضيات فرنسي اسمه شوالر دي لوبيتس. فوقف عند جملة شدت انتباهه، وهي أن مؤلف الكتاب كان بيعتقد أن علامات التآكل اللي على جسم أبو الهول دي سببها مية مش رياح زي ما الأثريين بيعتقدوا. طب هي المية هتيجي منين إذا كان مناخ مصر جاف وصحراوي؟ التفسير الوحيد أن تمثال أبو الهول كان موجود ساعة العصر المطيري، وقت ما كان بينزل على مصر مطر غزير، يعني على الأقل 7000 سنة قبل الميلاد. علامات التآكل دي واضحة وأي حد يقدر يشوفها، لكنها كانت محتاجة إثبات علمي قوي. هو ما كانش قادر يعمل ده لأنه ما كانش جيولوجي، فما كانش عارف يثبت ده بشكل علمي سليم. فضل يدور على شخص أكاديمي يساعده لحد ما اتعرف على واحد اسمه روبرت شوك، بروفيسور جيولوجيا في جامعة بوسطن وخبير في تحليل الصخور ومعرفة أسباب عوامل التعرية. جون أنتوني ويست راح له، وقبل ما يشرح له الموضوع عمل معاه خدعة صغيرة. اداله صورة صخرة وقال له هل التآكل اللي في الصخرة دي ناتج عن مية ولا رياح؟ فروبرت شوك قال له بكل ثقة ده تآكل ناتج عن المية. فلما كشف له صورة الصخرة ولقى إن هو أبو الهول اتخض، لأنه عرف إن الموضوع وراه سر، لكنه اتشجع إنه يساعد أنتوني ويست في بحثه، وسافر الاثنين لمصر لدراسة تمثال أبو الهول. لما بدأوا معاينة التمثال لقوا علامات تآكل تقيلة واضحة على جسمه في شكل خطوط عريضة موجودة على ظهره وجنابه وصدره. علامات التآكل دي أي حد واقف قدام التمثال هيشوفها. كعالم جيولوجي علامات التآكل في جسمه دي ملهاش إلا تفسير واحد، إن كلام الفرنسي شوالر كان صح، وإن دي فعلا علامات تآكل ناتجة عن المية، وبكده يبقى أبو الهول اتبنى قبل أو خلال العصر المطيري في مصر، يعني أقدم من 7000 سنة قبل الميلاد، وتعرض لفترات طويلة من هطول الأمطار، وفضل جسمه لقرون في المية والوحل، وده كان السبب طبعا في تآكل جسمه المنحوت من الحجر الجيد. وبقى حاليا بالصوره دي ظهر ابو الهول هتلاقيه منحول تماما لدرجه انه بقى شبه مستقيم، بعكس مثلا ظهر تماثيل الاسود اللي بيكون فيها منحنيات. ودي كانت اول خطوه في اثبات ان ابو الهول مر عليه العصر المطيري. الخطوه الثانيه ان روبرت شوك قام بدراسه جدران حوض ابو الهول عشان يكشف ادله ثانيه تعزز نظريته. معروف ان ابو الهول اتنحت في صخره هضبه الهرم نفسها، وده خلاه يظهر وكان التمثال في وسط خندق او حوض. لاحظ ان في علامات تعريه على الجدران. الاثريين كانوا معتقدين ان التعريه دي ناتجه عن الرياح، في حين ان الفرق كبير بين الاثنين بالنسبه للجيولوجيين. تخيل ان الحجر الجيلي ده عباره عن طبقات فوق بعض، طبقات ناشفه وطبقات طريه. لما الرياح بتهب لالاف السنين، الطبقات الطريه دي بتطير وبتفضل الطبقات الناشفه، وبيظهر خطوط عريضه في الاحجار. ودي موجود زيها في مباني ومقابر كتير في هضبه الجيزه. لكن الامطار بينتج عنها شكل مختلف تماما. نتيجة نزول الأمطار بيبدأ يحصل في طبقات الصخر شقوق عمودية، وبعد مئات أو آلاف السنين بيبقى بالصورة دي. طب لو بصينا على جدران خندق أبو الهول هنلاقيه كله تعرية من المطر. وده كان تاني دليل جيولوجي على صحة نظرية إن أبو الهول كان موجود ساعة العصر المطيري. برضه ما اكتفاش وبيحاول يشوف أدلة تانية.
عملوا دراسات سيزمية، يعني دراسات أرضية أو زلزالية حوالين أبو الهول. الدراسة دي هدفها باختصار معرفة شكل وعمق التربة تحت أبو الهول من غير حفر، زي كده فكرة السونار اللي في السفينة اللي هدفه يعرف عمق القاع بحيث السفينة تفضل ماشية بأمان. حطوا 4 مجسات حوالين جسم أبو الهول. بعد المجسات دي بتتحط بيقوم شخص بتدق على لوحة حديد لتوليد موجات صوتية. الموجات الصوتية دي بتخترق الأرض وبترجع للسطح تاني فيقيس سرعتها. عن طريق قياس سرعة الموجات الصوتية المرتدة بيعرف شكل الصخور تحت أبو الهول. إن لو تحت أبو الهول كانت الصخور ناشفة الصوت هيتنقل أسرع من لو كانت الصخور دي متحللة. البيانات اللي رجعت له وحللها من المجسات عن صفات الطبقة الصخرية تحت أبو الهول إدت نتائج مفاجئة. إن في عمق غير عالي تحت أبو الهول وصل ل 3 متر في بعض الأحيان. العمق ده ما كانش هيحصل لو إن المطر نزل 10 أو 20 سنة. لا، ده لازم المطر ينزل وبغزارة لمئات أو يمكن آلاف من السنين. ودي كانت نقطة إثبات جديدة ومهمة، إن مش بس الجسم والحوض هما اللي متأكلين، لا ده كمان الأرضية اللي تحت أبو الهول متأكلة من طول وجود المطر فيها. وده ما ينفعش يحصل في جو صحراوي جاف، لازم أجواء مطرية. في معبدين قدام تمثال أبو الهول، الأولاني اسمه معبد أبو الهول والتاني اسمه معبد الوادي. الاثنين استخدم في بنائهم الأحجار المستخرجة من ناحية أبو الهول، يعني هو خد أحجار من خندق أبو الهول وبنى بيها المعبدين دول. أحجار دي زي ما احنا شايفين متأكلة لدرجة إن هي شبه بايشة من المية، وواصلة لنفس الدرجة من التآكل زي أبو الهول بالظبط. وعلى طول الطريق بين الأهرامات الثلاثة هتلاقي التآكل ده واضح على حجارة ضخمة معرضة للسماء. وده بس نموذج من آلاف الأحجار المشابهة. كده اتكلمنا عن 4 أدلة قدمهم روبرت شوك: عوامل تعريف جسم أبو الهول، الشهوة في جدران الخندق، الدراسات السيزمية أو الأرضية تحت أبو الهول، والتآكل في أحجار المعبد. في أدلة تانية لكن احنا ركزنا على أهم 4 نقط. الأدلة دي وصلته من وجهة نظر جيولوجية بحتة إلى أن أبو الهول حضر العصر المطيري، وإن عمره الحقيقي في الفترة من 7 إلى 11000 سنة تقريبا. صحيح هو ما حددش رقم معين، لكن معنى كده إنه لا ينتمي لعصر الأسرات، وإنه اتنحت قبل كده بكتير. وبعدين جه ملوك عصر الأسرات سنة 3000 قبل الميلاد تقريبا وعادوا اكتشافه واستخدامه. الطرح اللي قدمه دكتور روبرت شوك كان طرح جيولوجي صرف، فلو عايز أرد عليه وانتقده مش هينفع أقعد أقول له أنت أكيد عايز تشوه الحضارة المصرية. يعني مش هينفع، طالما الراجل بيتكلم جيولوجيا فلازم ارد عليه جيولوجيا، غير كده يبقى تضييع وقت. العالم المصري دكتور فاروق الباز استاذ في مركز الاستشعار عن بعد في جامعه بوسطن، يعني زميل لدكتور روبرت شوك. دكتور فاروق الباز متمسك ان ابو الهول اتنحت سنه 2500 قبل الميلاد زي ما اتعلمنا كلنا من واحنا صغيرين، بس موضوع الميه ده عامل مشكله مش لاقيين له تفسير، مش لاقيين له تفسير غير ان هو مطر. فدكتور فاروق طرح فكره ان التاكل ده ناتج عن الميه فعلا، لكن ممكن تكون ان هي ميه فيضان النيل، وان حصل ارتفاع لمنسوب الميه الجوفيه بسبب الفيضان ملا حوض ابو الهول لسنين وسبب التاكل ده. الحقيقه فكره كويسه لكنها ما صمدتش كتير، وروبرت شوك رد عليها بسرعه اننا لو بصينا على جدران الحوض هنلاقي التاكل ده متدرج من فوق لتحت. معنى كده ان الميه نزلت من فوق لتحت مش العكس، لان لو العكس التاكل مش هيبقى بالشكل ده. حاجه تانية ان احجار المعبد قدام ابو الهول عاليه، بعضها بيوصل ل 4 او 5 متر، استحاله ميه الفيضان هتوصل لها. طب هي تاكلت ازاي؟ مفيش تفسير غير ان ميه المطر هي اللي ممكن تاثر فيها. واتقفلت النقطه دي على كده. طب اذا كان عمر التمثال اقدم من 7000 سنه قبل الميلاد، فمين اللي نحت ابو الهول؟ شاف المراجع ان اللي نحت ابو الهول هو البني خفرع صاحب الهرم التاني. طب اشمعنى يعني خفرع بالذات؟ في سببين خلت الاثريين يتبنوا الفكره دي. السبب الاول ان تمثال خفرع عثر عليه سنه 1860 في معبد الوادي اللي قدام ابو الهول ده. فجه عالم الاثار الامريكي جورج رايزنر في الثلاثينات قال طالما لقينا تمثال خفرع في معبد الوادي يبقى هو اللي عمل معبد الوادي، واكيد برضه هو اللي نحت ابو الهول، واتخذ الراي ده واصبح معلومه ثابته. السبب الثاني ان العلماء قالوا ان وجه ابو الهول هو صوره خفرع. بناء على النقطتين دول اعتبر الاثريين ان ابو الهول هو خفرع، ولو فتحت معظم المراجع عن ابو الهول دلوقتي هتلاقي بيقول لك ابو الهول يساوي خفرع. All Egyptologists and especially everyone who studied the Sphinx and all the archaeological evidence that we have dated the Sphinx back to 4,500 years ago, which is the time of Khufren, the builder of the second pyramid at Giza. طب تعالوا نشوف صحة النقطتين دول. مش معنى ان تمثال خفرع يتلاقى في معبد قدام ابو الهول يبقى هو اللي نحت ابو الهول. معبد الكرنك مثلا بنلاقي معصورتين جنب بعض بالظبط. العمل دي ملك والعمل دي ملك تاني خالص. فكون ان لقينا التمثال في معبد قدام ابو الهول دي لوحدها لا تكفي ان هي تبقى دليل ان هو اللي نحت ابو الهول. النقطه الثانيه هي تشابه خفرع وابو الهول.
جون أنتوني ويست ما اقتنعش إن أبو الهول شبه خفرع، لكنه كان عايز ينفي الشبه ده بطريقة علمية، فاستعان بخبير في ملامح الوجوه محقق اسمه فرانكو دومينجو من شرطة نيويورك، ليه خبرة طويلة في دراسة ملامح الوجوه. سافر فرانكو دومينجو لمصر واستخرج التصريحات اللازمة لدراسة ملامح وجه أبو الهول وتمثال خفرع الموجود في المتحف المصري. بعد دراسة مستفيدة لملامح التمثالين، خرج بنتائج توضح الاختلافات بين أبو الهول وخفرع. أبو الهول مثلا حجم عينيه أكبر وأوسع من عينين خفرع، وعرض الفم أكبر. لما درس جانب الوشوش لقى كمان فروقات أقوى، إن الزاوية بين الدقن والعين أكبر من الضعف عند أبو الهول بسبب بروز فكه. القدماء كانوا فنانين في النحت، فلو كان عايزين يعملوا تماثيل زي بعض بالظبط كانوا عملوها، زي تماثيل أخناتون مثلا، تماثيله كلها شبه بعض بالظبط، أو تابوت وقناع توت عنخ آمون. حتى لو في اختلافات المفروض تبقى اختلافات طفيفة، لكن الواضح إن الاختلافات بين أبو الهول وخفرع كبيرة، واي حد هيقارن النهارده بين صورهم هيلاقيها فعلا غير بعض. هنلخص النتيجه بجمله للعميد الاثريين الدكتور سليم حسن بعد سنين من البحث والحفائر عند ابو الهول: لم نصل حتى الان الى نتيجه نطمئن اليها ويقطع بصحتها عن عصر ابو الهول ولا عن من قام بنحته، ولم نعثر على نقش واحد من عصره يوضح لنا هذه الناحيه، ولقد كان المصريون القدماء انفسهم في عهد الدوله الحديثه في جهل تام بكل ما يتصل بالاثر، ونشك في أن واحد منهم كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ أبو الهول. المتحف المصري في نفس قاعة خفرع في لوحة حجرية اسمها لوحة الإحصاء أو Inventory Stella. اللوحة دي عاملة مشكلة، لأنها بتتكلم إن خوفو عمل عدة إجراءات في منطقة الجيزة، من ضمنها، خد بالك بقى من الجملة الجاية دي، مراجعة خطة إصلاح وتزيين أبو الهول. ده اللي مكتوب في اللوحة. خوفو اللي هو قبل خفرع هيصلح أبو الهول. معنى كده ان ابو الهول كان موجود وقت ما خوفو جاي للحكم، وشوف ابو الهول كان موجود قبله بكام سنه عشان يحتاج الى اصلاح وترميم. الالماني دكتور بروكش مثلا قال له ان بناء على اللوحه دي فالملك خوفو شاف ابو الهول، وبكده ابو الهول موجود قبله. حاليا بيتم نقد اللوحه دي بحجه انها اتكتبت في عهد الاسره 26، يعني بعد موت خوفو ب 2000 سنه. طب وايه المشكله؟ ما هو اللي كتبها ناس برضه من مصر القديمه، واكيد كتبها بناء على معطيات عنده، لكن تجاهل اللوحه دي بيحصل بسبب الاصرار على الربط بين ابو الهول وخفرع. ليه راس ابو الهول مش متناسقه مع جسمه؟ لو بصينا لابو الهول من الجنب هنلاقي راسه صغيره مقارنه بجسمه. تمثيل ابو الهول الاصغر الموجوده في المتحف المصري او غيرها متناسقه وفي قمه الجمال. طب اشمعنى يعني ابو الهول ده اللي مش متناسق؟ هنا طرح روبرت شوك وجون أنتوني ويست فكره جريئه، ان راس ابو الهول دي مش هي الراس الاصليه بتاعته، وان الراس الاصليه سحلها عبر الزمن، فعاد ملوك عصر الأسرة نحتها مرة تانية ويمكن عدة مرات، وده سبب خروج الرأس بحجم صغير مقارنة بالجسم. واللي بيأكد الرأي ده إن رأس أبو الهول حالتها أفضل من جسمه، يعني لو قربنا هنلاقي فعلا إن حالتها أفضل بكتير من جسم المتأكل، رغم إن الطبيعي إن الرأس تكون أسوأ حالة من الجسم أو على الأقل زيه، لأنها أول حاجة هتتعرض للرياح والأمطار. فرأس أبو الهول ما كانتش كده زمان بسبب التعرق اللي حصلت وبسبب الأمطار، عين نحتها على صورة شخص معين لحد النهاردة احنا مش عارفين هو مين. في خلاف اذا كان تمثال ابو الهول كان رأسه الاصلية رأس اسد ولا رأس انسان، لكن المؤكد ان مش دي هي الرأس الاصلية لابو الهول. ابو الهول زيه زي كل الاثار المصرية حصل له اعادة ترميم من قبل عصور مختلفة. الدولة الحديثة عملت عليه ترميمات، بعدين البطالمة والرومان عملوا عليه ترميمات، بعدين جينا احنا في اخر 100 سنة وعملنا عليه ترميمات، ولحد النهاردة الترميمات مستمرة عليه، وحجارة الترميم لسه باين عليه. ومش معنى ان الاسره الرابعه عملت عليه ترميمات ان هم اصحابه، لكن اصحابه اقدم من كده بكتير. دكتور سليم حسن بيقول عن المؤرخ الروماني بليني انه كان بيعتقد ان ابو الهول اقدم من عصر الاسره، وانه من حقبه اتباع حورس. ونقلا عن ماسبيرو انه قال: قد اعتلى ابو الهول العظيم حارسا على اقصى الشمال منذ عهد اتباع حورس. ففي بعض المؤرخين والعلماء كانوا معتقدين ان ابو الهول فعلا اقدم من عصر الاسره. هل في ابو الهول تاني ولا هو واحد بس؟ أحد الأمراء في مصر القديمة كان في رحلة صيد، وبعدين قرر يرتاح شوية عند ظل رأس أبو الهول. فلما نام ظهر له أبو الهول في الحلم وبشره إنه هيبقى ملك على مصر. طلب منه إن لما يبقى ملك إنه يرفع عنه الرمال. الأمير ده بقى بعدين الملك تحتمس صرابع، وأزال فعلا الرمال عنه، وعمل سور عشان يحميه من زحف الرمال في المستقبل. وكتب القصة دي في لوحة جرانيت قدام أبو الهول اسمها لوحة الحلم. الغريب في اللوحة دي بقى إنها مرسوم فيها تحتمس صرابع وهو بيقدم قرابين لاتنين أبو الهول مش واحد.
فهل دي إشارة لوجود تمثال تاني لأبو الهول؟ تماثيل أبو الهول في أغلبها ثنائية، يعني لو بصينا مثلا على طريق كباش هنلاقيه يمين وشمال، لو بصينا على عمود السواري هنلاقي تمثالين لأبو الهول في معبد الأقصر يمين وشمال وهكذا في أماكن كتير. فليه ما يبقاش برضو فيه اتنين أبو الهول عند الجيزة؟ سنة 1920 فليندرز بيتري، واحد من الإنجليزي الأوائل اللي بحثوا في الحضارة المصرية، خطر في باله ان هما ممكن يبقى فعلا اتنين أبو الهول مش واحد، والاتنين على نفس الخط زي اللي مرسومين في لوحة الحلم، فقرر انه يدور عليه. فد ظهره لأبو الهول في الجيزة وفضل ماشي 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 في خط مستقيم بيدور على أي أثر لأبو الهول التاني، لحد ما عبر النيل وفضل مكمل على المعادي اللي ساعتها كان معظمها مزارع، لحد ما وصل لأطراف الصحراء الشرقية، لكنه ما لقاش أي حاجة تدل على وجود أبو الهول التاني. أستاذ بسام الشماع باحث مصري وبرضه دور في الموضوع ده وحدد مكان افتراضي لأبو الهول في المكان ده بناء على مراسلات مع وكالة ناسا. ناسا بعتت له صور مسح للمنطقة، قالت له إن في المكان ده جسم حجري منحوت بواسطة الإنسان أو الطبيعة، يعني مش عارفين بالظبط. هو بيعتقد إن أبو الهول التاني نظريا موجود في المكان ده، وأصدر كتاب بعنوان أبو الهول التاني وثق فيه كل الأدلة والصور بتاعت ناسا وغيرها، لكن عشان ما فيش تصريح بالحفر للأسف الموضوع وقف. ومن الناحية التانية دكتور زاهي حواس رد وقال إننا دورنا في المكان ده قبل كده وما لقيناش أي حاجة، ولحد دلوقتي النظرية دي ما زالت معلقة وما اتثبتتش. روبرت بوفال اللي شرح نظريته الحلقة اللي فاتت واللي قال فيها إن الأهرامات بترجع إلى تاريخ 10500 قبل الميلاد دور برضه في الموضوع ده، وكان معتقد إن في أبو الهول تاني لكن مش عارف هو فين بالظبط. أبو الهول اسمه الأصلي حور إم أخت، بمعنى حورس في الأفق. طب حورس في الأفق فين؟ فرجع ببرنامج الكمبيوتر اللي كان شغال عليه لسنة 10500 قبل الميلاد عشان يشوف شكل السماء قدام أبو الهول. أول ما رجع شاف حاجة ثبتته، رفع سماعة التليفون عشان يتصل بصاحبه جراهام هانكوك وقال له أنت مش هتصدق أنا لقيت إيه. عرف بوفال فين ممكن يبقى أبو الهول التاني، نجوم كوكبة الأسد. رجع روبرت لعصر بناء الاهرامات 10500 قبل الميلاد، لاحظ ان كوكبه الاسد بتظهر قدام ابو الهول بالظبط في نفس الفتره. ابو الهول اللي معروف انه تجسيد لقوه الاسد وان جسمه جسم اسد، وده معناه ان ابو الهول والاهرامات الاثنين بتنتمي لحضاره واحده بزمن واحد في فتره تعرف فلكيا بعصر الاسد. رجعنا ل 2500 قبل الميلاد هنلاقي كوكبة الأسد لا يمكن تيجي قدام أبو الهول بأي طريقة. يبقى أبو الهول لما كان بيبص للشرق ما كانش بيبص لشروق الشمس ولا حاجة، ده كان بيبص لصورته في الأفق. ده دليل جديد على قدم منطقة الجيزة، وان في فترة 10500 قبل الميلاد منطقة الجيزة كانت وكأنها مراية للسماء. وزي ما قلنا ان ازاي نهر النيل كان مطابق لضرب التبانة والاهرامات السبعة مطابقين لسبع نجوم في السماء، كمان ابو الهول مكافئ لنجوم الاسد، والتطابق ده بيتكرر كل 26 الف سنة اللي هي الفلكيين بيسموها السنة الكبرى. ويمكن يظهر قدام حاجات تانية ما اكتشفناهاش، ولذلك في موضوعنا الاثار ده خطير جدا، سواء نقل معابد او نقل مسلات، لأننا مش عارفين الحاجات دي قدام ممكن نكتشف منها ايه، لأن القدماء لما بنوا كانوا بيختاروا الأماكن دي لسبب عندهم، وتغيير مكان الأثر ده بيضيع الدليل. وبكده يبقى اتحدت نظرية روبرت بوفال مع نظرية روبرت شوك، ورجع الاثنين بأثار منطقة الجيزة الأهرامات وأبو الهول لعمر 10500 قبل الميلاد. في أوائل التسعينات شرح روبرت شوك النظرية أمام علماء الآثار عن قدم أبو الهول، طبعا اترفضت وتم وقتها إنه مجنون وقالوا نظريتك دي سخيفة جدا. دكتور مارك لينر وصف الفريق بإنه جاهل وعديم الإحساس. دكتور زاهي حواس قال عن النظريه دي هلوسه امريكاني، لكن روبرت شوك كان عنيد جدا
متمكن من مجاله كجيولوجي، وفضل مصر على نظريته. نشرها في كتاب The Great Sphinx أو أبو الهول الكبير، وبعد كذا سنة أصدر كتاب بعنوان Origins of the Sphinx أو أصول أبو الهول، وحط فيه شوك نظريته مع روبرت بوفال عن أبو الهول وعمره الحقيقي. رأيي الشخصي أن روبرت شوك غلطوا غلطتين في نظرياته. أولاً أن هم فصلوا الأهرامات وأبو الهول عن باقي الآثار المصرية، واعتبروا أن اللي عملهم حضارة مختلفة عن باقي الآثار، ودي كانت نقطة ضعف أن هم ما قدموش تصور كامل. يعني زي ما يكون كده ناس جم بنوا الأهرامات وأبو الهول وراحوا ماشيين، طب فين المعابد؟ فين النقوش؟ فين المقابر؟ مارك لينر في منظرة استغل نقطة الضعف دي. الغلطة التانية ان في تكرار كتير لكلمة أطلانتس 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 عمال على بطال من غير أدلة كافية، وان اللي نجوا من قارة أطلانتس اللي غرقت اتنقلوا بعلومهم لمصر واسسوا لحضارة جديدة، والكلام ده لحد دلوقتي أدلته مش موجودة. فالموضوع ان هما بيقولوا ان المنطقة دي عمرها اكتر من 10,000 سنة قبل الميلاد، المؤرخين يقولوا لهم من 10,000 سنة قبل الميلاد ما كانش في حضارة هنا، فالتانيين يردوا يبقى دي حضارة مفقودة، لحد ما نعرف مين دول هنسميها الحضارة المفقودة. مصر مرت في بدايتها بعصر يسمى عصر الآلهة، وحورس ابن إزيس وأوزيريس هو آخر الآلهة دي، وتخلى عن دوره لصالح سلالة من الملوك الأقوياء، وتكفل هو بحمايتهم ليبدأ عهد أتباع حورس أو شمس حور. وأنا بعتقد أن ملوك شمس حور هم ملوك فترة العصر الذهبي للحضارة المصرية، وأن فترة وجودهم بتتطابق مع فترة بناء الأهرام وأبو الهول، ومعظم المعجزات اللي احنا شايفينها دي اتبنت بيهم مش بواسطة الأسرار، ورغم ان مفيش سنوات محددة ليهم لان الرقم ده ضايع من بردية تورين، والارقام اللي على النت دي معظمها استنتاجات، الا اننا كنا عارفين ان هما موجودين قبل عصر الأسرار وحكموا على الاقل 5,000 سنة حسب ما نقل لنا يوسبس القيصري عن مانيتوبا. بعد خروج نظرية بوفال عن عمر الاهرامات ونظرية شوك وانتوني ويست عن عمر أبو الهول في اوائل التسعينات، نقدر نقول ان حصل انقسام حوالين الحضارة المصرية، نتج عنها ظهور تيارين عكس بعض. التيار الأول هو التيار الرسمي، وده التيار الأكبر والأشهر، ناس الشيك، رؤساء أقسام التاريخ والآثار في الجامعات وأمناء المتاحف، واللي بيتحدثوا باسم الآثار في المحافل الرسمية. أشهر الأسماء منهم دكتور زاهي حواس، دكتور مارك لينر، دكتور راينر شتادلمان، دكتور بوب براير، دكتور سليم إكرام، وغيرهم كتير. التيار ده جدع الرواية الرسمية اللي مكتوبة في المراجع من عشرات السنين، وملخصها إن الحضارة المصرية بدأت حوالي 3500 قبل الميلاد، وإن ملوك عصر الأسرات هم أصحاب الأهرامات والمسلات والمعابد الموجودة، وانهم استعملوا ادوات بدائيه في البناء والنحت زي الشاكوش والازميل والزحافات والروافع الخشبيه، وان الحضاره المصريه انهارت تدريجيا على مدار مئات السنين بسبب ضعف الدوله المركزيه وبدايه دخول الاجانب وغزو البلاد من الفرس والاغريق والرومان، لحد ما وصلت للانهيار التام والاندثار. التيار الثاني بيقدم روايه مختلفه تماما عن التيار الرسمي، وهتلاقيهم في الكتب باسم مودرن ستريم او التيار الحداثي. اشهر اسمائهم هم جرام هانكوك، جون انتوني ويست، كريستوفر دان، روبرت شوك، وروبرت بوفال، وغيرهم كتير، وفي منهم مصريين بيقدموا براهين فلكيه وجيولوجيه وعلميه بتثبت ان في حلقه هامه مفقوده من تاريخ الحضاره المصريه عمرها 10,000 ل 12,000 سنه قبل الميلاد، وان الحضاره المصريه وصلت لقمه تفوقها في الفتره دي، وان اصحاب الحقبه دي هم بنات الاهرام والمسلات والمعابد والتماثيل الضخمه، وانهم امتلكوا تقنيات وعلوم متطوره مش بدائيه لسه لحد دلوقتي مش عارفين نوصل لها، وان الحضاره المصريه ما انهارتش تدريجيا، لا دي انهارت فجاه بسبب كارثه مدمره، وان عصر الاسرات جم بعدهم بالاف السنين وقعدوا اكتشاف واستخدام التماثيل والتوابيت والمعابد والمسلات اللي الحقبه القديمه كانوا عاملينها. الكارثه اللي بنتكلم عليها دي ليها شواهد كتير، لكن اهمها ثلاثه. اولا وجود عدد كبير من المعابد المهدمه والاهرامات المدمره والتماثيل المكسره في معظم المواقع الاثريه، لدرجه ان السياح دايما بيسالوا هو ليه كل حاجه متكسره كده؟ فواضح ان النهاية ما كانتش عادية، الموضوع اكبر من دخول الهكسوس والفرس. الشاهد التاني ان في اعمال هندسية كتيرة متوقفة، اهرامات غير مكتملة، توابيت غير مكتملة او مش موجودة في اماكنها الصح، زي ما يكون اصحابها كانوا ناويين يكملوها بس ما لحقوش. الشاهد التالت هو انقطاع العلوم، كنا بنبني اهرامات وبنعمل مسلات وفجأة ما بقناش عارفين الحاجات دي بتتعمل ازاي ولا ايه فايدتها الحقيقية، وكل ده هنشوف تفاصيله في الحلقات قدام. طبعا التيار التاني ده فيه هجوم عليه واتهامات ليه دايما لانه بيهدم الرواية الرسمية، لكن روايته فيها شيء كبير من العقل والمنطق، وبما اننا وان احنا صغيرين بنتعلم ونسمع ونقرا مناهج وروايات التيار الرسمي، فاعتقد ان جه الوقت اننا نشوف المجموعه الثانيه دول بيقولوا ايه وبيفكروا ازاي. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.